يا صباح الفل والياسمين على كل خطنا حبايبنا في كل مكان، احلامك مليون مسا عليكم وعلى كل متابعين احلى متابعين في الدنيا. عارف النهارده انا اخوكم جوله في السلاكه، وحشتونا بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات، فهناخدكم جوله مع بعض نلف الاكل الحام سوا مع بعض. تمام، الكلفه بتاعتنا زي ما عودناكم ماشي، احلامك مليون مسا عليكم وعلى كل متابعين احلى متابعين. احلى صباح لو بتشوفونا الصبح، واحلى 100 مليون مسا لو بتشوفونا اخر النهار. تمام، احنا هناخد كورونا سريعه مع بعض، ناكل الحم سوا وناخد ايه ونتفرج على كذا حمامه كده مع بعض. يلا بينا يلا بينا. اهم شيء برضه هنتكلم عن الحمام اللي هو الحمام الحضان. تمام احنا مع بعض الحمام الحضان هنعرف هو شغالين بيه ازاي خطوه خطوه مع بعض ماشي. هنعرف الحمام الحضان بنستخدم بيه ايه شغاله ازاي، وهل هو الحمام الحضان يختلف عن الحمام الحمام الثاني، وانا اعرف اي معلومات برضه دقيقه في الحمام الحضان ازاي استخدم الفرد الحمام كويس في التحضير بتاعه. تمام الله، هو الفرد حال التحضير شغل، حاول تشغل على قد ما تقدر الحمام اللي هو حمام عظمه قصير، حمام عظمه طويل، حمام عظمه قصير، حمام عظمه طويل. طبعا الصبحية نظفنا السلاكة وروحناها، لازم نعينك وسط نصك طول ما انت في السلاكه بتاعك، لازم نعينك وسط نصك وانت في السلاكه. تمام كده، كيف مثلا التحديد دوت الحمام اللي هو عظم قصير وحمام عظم كبير. عندنا برضه هنا في شوية زيادات كويسين برضه بكرة على شبابات هنعرضهم لكم بإذن الله. القناة بتاعتكم بصحة جيدة، أكل مرة واحدة. دي برضه حالة الشابة ديت رجلها اتكسر من المنظر، رجلها اتكسرت حطيناها في السلاكة الواحدة اتكسرت والله العظيم من كام يوم. رجلها الشعلقي كويس اللي شفتها، يلا ربنا يستر. عندك هنا
في البندق اللهم صل على النبي السعيد، شاب اسود وعنبراني تمام، البكوره زي ما كانوا في البندق هم البكوره افضل كذا واحده يعني كذا واحده تمام، الشيابات صغيرين شبابات صغيرين هم يعني ما شاء الله عارفين كويسين نبقوا زيارة بإذن الله، هنصورهم لكم وأنا معايا أعرضهم لكم تمام، وأي حد دايما محتاجهم هيكلمنا هيكلمنا على الموبايل تمام. حالتين ما شاء الله يعني كويسين، حالتين ما شاء الله كويسين، أي حد هيحتاجهم هيكلمنا نشحنهم له مكان بإذن الله. متوقع حالتين اللي احنا يعني جايبينهم جايبين حالتين كويسين الجو جو حر جو حر بطريقة فظيعة والله جو حر بطريقة فظيعة حضان. يلا بينا يلا بينا. بص يا باشا بسم الله، انا عاتي هنا دي فرد شمسي مع حماية تقيلة تمام، وهنا عاتي ذكر كريزة لوت مع انتقى 30 سم، وهنا دي كشكاية مع كريزة تمام، ودي برضو اقوى معاه ستار تلتين، ودي شغالة بس معاها زاج تمام، ودوم برضو بشغلهم حضان، دوم ما تشغلين حضان برضو ماشي. بسم الله دي حمامية بلد الحمرة دي، بس ما شاء الله ربنا يبارك حمامية كويسة انا مشكلهم هما تاني ايه مشكلهم، حمام مش مخليه زي بعض، حمام مش مخليه ايه زي بعض. بص تنجح لو انت عملت ايه الحضان بتاعك مختلف، تنجح لو عملت الحضان بتاعك فهم خليه مختلف هيظبط معاك الدنيا، يظبط معاك الدنيا دي معروفة. الحمام ده يبقى مثلا فرد كبير او عظم كبير ماشي، يختلف عن الفرد الحمام اللي عظمه قصير، يعني عندك كشكي مع كريزة تمام، حمتين دول ما تشتغلوا مع بعض مية مية وعلى ضمانتي وعلى ضمانتي، ذكر كريزة مع انتهى كشكية تاخد منهم احلى شغل، تاخد منهم احلى شغل، ذكر كريزة ما عندهاش على بزايا تاخد منهم برضه احلى شغل. اللي بكلمك كلام محدش هيقولهولك، محدش هيقولهولك والله، وبالذات في الحمام الصوافة، وبالذات في الحمام الصوافة، في الحمام الصوافة الله اكبر عليه، الحمام ده قسم بالله ما كانش مزوق الا صوافة، ما كانش عندي الا صوافة بس تمام. فهم انا بعت الصوافات كلها وسبت الحمام ده وسبت الحمام الحضان. فانت لو عايز تنجح في مجالك تمام، تفرخ حمام صعب اوريك بس على سبيل المثال. بص يا باشا اللهم بارك، الحمامة دي اصعب حمام، الحمامة دي اصعب حمام
تمام. اصعب حمام بالنسبه ايه؟ بالنسبه للفرخ بتاعك، بالنسبه للفرخ بتاعك تمام. جزاه الله، الله اكبر عليه، عظم ما شاء الله، ربنا يبارك. فهو الفكره كلها ان انت تفرخ الفرد الحمام كويس. وابو عظم ايه تمام، وابو عظم ايه. فهو الفرد الحمام ده تفرخه 100% 100%. لو انت عملت الحضان زي ما انا ايه زي ما انا قلت لك، لو انت عملت الحضان زي ما انا قلت لك وعلى ضمانتي، وعلى ضمانتي كمان، خليك مع حاجتك هتظبط الدنيا، تظبط الدنيا معاك، تفرق حانتين كويسين. اهم شيء في السلاكه الحضان، الحضان كويس معاك ربنا يكرمك احلى كرم باذن الله. تمام، يبقى كده حلقه النهارده خلصت. لو حد محتاج مننا اي سؤال اكتبها في التعليقات واحنا نرد عليه، وهنعمل لك حلقه بالسؤال بتاعك باذن الله، وربنا يقدرنا ونعرف نوصل لكم المعلومه كويس. تمام، ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم ولا الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.